لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. الهيئة نت، فرع الهيئة في قضاء أبو غريب، يقدم المساعدات الإنسانية للنازحين من محافظة الأنبار. في صحيفة المدى، قانون الانتخابات يضمن ترشح أصحاب المناصب الرفيعة لكنه يطيح ثلث النواب. في صحيفة الزمان، تشاوش أوغلو يتحدث عن عملية مشتركة مع القوات العراقية لملاحقة المسلحين. في صحيفة الحياة، إضراب لا سابق له منذ الانتفاضة الثانية احتجاجا على خطة التسوية الأمريكية. في موقع الخليج الإماراتية، أنقرة تلوح بتوسيع غصن الزيتون والأكراد، يعلنون النفير. في صحيفة القدس العربية، اعتقال سامي عنان بعد بيان للجيش المصري اتهمه بالتزوير. وفي صحيفة العربية الجديد، أمريكا تدعو لبنان لإبعاد حزب الله عن النظام المالي. السلام عليكم. تبقى دماء شهداء المقاومة العراقية عنوانا لمستقبل العراق الوطني الحر المستقل. فشهداء مقاومة أهل العراق للاحتلال الأمريكي لم تكن دماؤهم عنوانا لمرحلة مواجهة الاحتلال في وقتها فقط، بل رسمت نقاط دمائهم خط سير العراق إلى المستقبل وحددت ملامحه. طلعت رميح يقول في موقع الهيئة نت إن كل المعارك الجارية منذ اندلاع المقاومة العراقية وحتى الآن، وكل ما تشهدونه من عمليات سياسية وصراعات ولصوص المال والسلطة وأعمال القتل والإرهاب، ليست إلا محاولة لمواجهة ما أحدثته هامات هؤلاء الأبطال من تغييرات في مشهد المواجهة. كل ما يقوم به المحتل الأمريكي والإيراني منذ انطلاق المقاومة وحتى الآن ليس إلا محاولة لتغيير مجرى النهر الوطني الذي تدفقت فيه دماء مقاومة أهل العراق، فرسمت به الخط التاريخي والبديل الوطني لعراق المستقبل. لقد اقتربت الذكرى، لكن فعل المقاومة وطريقها ليس ذكرى تحيا، بل هو خط عقائدي وتاريخي باق يتجسد ويضيء على كل ما جرى من وقتها وحتى الآن، ويحدد خطوات المستقبل. فالمقاومة وخطها الثابت لا تغيره ألاعيب الاحتلال، ولا تكتمه حركة الأحداث المصنوعة، ولا حكايات أو حتى جرائم من تعاونوا معه. تحت ضربات وانتصارات المقاومة تغير اتجاه المعركة، وأصبحت القوة الأمريكية في موضع الهزيمة لا في موضع التساؤل عن إمكانية الانتصار. جرى البحث عن أخس البشر وأنكى أنواع الفتن، وتقدمت إيران ومن معها لتحمل هي وهم تبعات الجرم التاريخي وتحويل هزيمة المحتل إلى بقاء لمصلحتها على حساب الوطن والمجتمع والدماء والقيم الإنسانية. كانت المقاومة عنوانا راسخا للحالة والفكرة والرمزية الوطنية، وهو ما لم يتجسد فقط في فكرة مقاومة الاحتلال، بل لإصرارها على تأكيد فكرة المقاومة الوطنية رغم جريان وقائعها الأكبر في مناطق وسط العراق. الكاتب يشير إلى أن بقاء وحضور الاحتلال في أراضي بعض الأمم زاد عن نحو قرن ونصف من الزمان، وفي بعض من تجارب التاريخ جاء احتلال جديد ليتسلم من الاحتلال الأول مهام استنزاف الحضارة والثروة، لكن مقاومة الشعوب تعود إلى عنوانها الأول وتهزم المحتل. وحينها يكتشف الجميع أن المقاومة الأولى لم توضع على رفوف وملفات التاريخ، بل كانت دماء تسري وتنبت، وتلك أحد ملامح المنجز الوطني لمقاومة أهل العراق.
ذكرت مجلة ناشونال انترست الأمريكية أن عودة رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي إلى السلطة سيفتح الباب لعودة الفساد وسوء الإدارة اللذين استشريا خلال حكمه، ولتصاعد الصراع الطائفي وازدياد احتمالات عودة تنظيم الدولة. وأوضح كاتب المقال ماثيو رايسنر أن المالكي هو أقوى المنافسين المحتملين لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وإذا نجح في العودة لرئاسة الوزراء فإن ذلك سيكون كارثة على العراق، لأن ذلك يعني التهديد لسلام العراق الهش ولإثارة الانقسامات الطائفية الهادئة حاليا والتي كانت على وشك تقسيم البلاد. الكاتب يضيف أن المالكي فشل في إدارة السلام الذي أعقب هزيمة تنظيم القاعدة وفشل في منع بروز تنظيم الدولة، وهو ما أدى إلى إبعاده عن الحكم في 2014 لصالح العبادي. وقال أيضا إن الجيش العراقي شهد خلال حكم المالكي تدهورا مريعا نظرا إلى تسييس التعيينات في المناصب العليا واستخدام الجيش لمضايقة الخصوم السياسيين. ورغم حصول الجيش العراقي على مليارات دولارات كمساعدات تدريب لسنوات عديدة ومعدات وأجهزة من أمريكا، ظلت قيادته غير كفوءة وتعج بالجنود الوهميين الذين يتسلمون المرتبات الحكومية ولا يسجلون حضورا في أماكن خدمتهم، وظل استعداده المعنوي في الحضيض. وخطورة سياسات المالكي على استقرار العراق كبيرة، فهي تستهدف العراقيين السنة وإبعادهم من السلطة وحتى من الخدمة المدنية، وتسليط قوات الأمن لقمع قواعدهم وقادتهم واقتيادهم للقضاء بتهم مساندة الإرهاب. وأكثر من ذلك أن الميليشيا السنية التي ساعدت كثيرا في هزيمة تنظيم القاعدة لم تحصل من المالكي على أي شيء، في الوقت الذي منح فيه الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران حق النشاط في البلاد دون أي شروط أو قيود. وبحسب كاتب المقال فإن عودة المالكي إلى السلطة ستهدد جهود العبادي في القضاء على الفساد الحكومي، وستهدد مؤسسات الدولة بالتفكك، لأن تماسكها يتناقض مع تهاون المالكي مع الفساد وعدم الانضباط. واختتم الكاتب قائلا إن هزيمة تنظيم الدولة أعطى العراق فرصة ثانية لتعزيز مؤسساته ومكافحة الفساد، وأي عودة للمالكي ستبدد هذه الفرصة. ليس هناك عاقل متابع لشأن العراقي وما يجري في العراق يقول إن سياسة تمارس في العراق أو إن هذا الكم المتراكم من عناوين الأحزاب تحمل برنامجا انتخابيا منهاجه لرفعة البلد وانتشاله من هذا الواقع السيء. حارث الأزدي يتساءل في جريدة البصائر، هل حقا ما نشهده ينطبق عليه وصف أحزاب أم أنه إلى العصابات والتجمعات المنفعية أقرب؟ وكيف يمكن استيعاب أصحاب الرايات الطائفية بعملية سياسية يدعي منشئوها أنها لا تقبل بأي تجمع على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، مع أن كل الأحزاب المشتركة بعملية التأسيس تنطبق عليها هذه الممنوعات؟ من المفارقات التي تكاد لا تصدق في أي مكان في العالم، لكنها موجودة في الواقع العراقي الذي استفرد به هؤلاء الساسة في هذه اللعبة الأمريكية، أن جرائمهم يدفع ثمنها الشعب العراقي. بمعنى لو أنهم امتلكوا زمام الأمر أذاقوا العراقيين الويلات، ولو أنهم أخفقوا في مسك الأرض وتمكن منها خصومهم يرجعون الأسباب إلى أهل المناطق التي لم يستطيعوا الإمساك بها، وكأن المواطن هو المسؤول عن حمايتهم وتأمين ملكهم المهدي لهم أمريكيا والمسند إيرانيا. فأهالي جرف الصخر مدانون وممنوعون من العودة إلى مناطقهم لأنهم سكتوا عندما سيطر المسلحون على المنطقة، مع أن القاصي والداني يعلم جيدا أن هذه المنطقة وباقي المناطق التي تبعتها في عملية تغيير التركيبة السكانية منزوعة السلاح، وممنوع على أي شخص فيها امتلاك السلاح حتى ولو كان شخصيا. ومثل جرف الصخر
صخر، يثرب وتكريت وبيجي، ناهيك عن معظم مناطق محافظة ديالى، وليس بعيدا ما جرى على أهل الموصل من تهجير وتجريم لهم لأنهم لم يمتلكوا قوة لدفع السيطرة على محافظتهم من قبل المسلحين، ومثل ذلك يقال عن عموم محافظة الأنبار. الكاتب يقول إنه يريد المقارنة بين تجريم مناطق منزوعة السلاح وملاحقة أبنائها وبين تكريم أعضاء الميليشيات وقادتهم بإعلانات نزع السلاح وممارسة السياسة، فأي سياسة سيديرها من لا يجيد سوى حمل البندقية، وأي سلاح سينزعونه بعد أن تعطى لهم صفة الحكم بشكل رسمي؟ ما يجري الآن إعداد ممنهج لوضع العراق على سكة ولاية الفقيه دون مواربة أو تماهي مع اللعبة السياسية التي جاءت بها الولايات المتحدة كأسوأ أنواع الديمقراطيات المطبقة في العالم. ليست القوى الحاكمة وحدها تكرر أو تستنسخ معاركها مع كل موعد انتخابي، بل القوى غير الحاكمة تفعل ذلك، والمجتمع العراقي يفعلها أيضا. ساطع راجي يرى في صحيفة المدى أن القوى الحاكمة تستنسخ معارك حقيقية ووهمية من نوع نظام احتساب المقاعد والقانون الانتخابي والصراع على تشكيل المفوضية وموعد الانتخابات، وصولا إلى اللجوء المستنسخ للمحكمة الاتحادية، بينما القوى غير الحاكمة مخيلتها أضعف، إذ تستنسخ عددا أقل من المعارك مثل مظلومية القوائم الصغيرة. أما المجتمع العراقي فمخيلته هي الأشد فقرا، ولذلك لديه معركة واحدة يستنسخها، وهي معركة المقاطعة والمشاركة في الانتخابات. الأطراف الثلاثة تستنسخ معاركها مع كل استحقاق انتخابي لممارسة عملية غش كبيرة للنفس، إذ لا يهتم أي طرف بصورته عند الآخر. القوى الحاكمة هي الوحيدة المعذورة في استنساخها، لأنها تحقق هدفها وتتملص من مسؤولياتها بنجاح، وتحقق في النهاية عرسها الانتخابي بالصيغة التي تريدها. القوى غير الحاكمة تحصل على قناعة وهمية بأنها تمارس دورها في التغيير الذي يستغرق زمنا طويلا، أما المجتمع فهو الذي لا يربح شيئا، ومع ذلك أدمن المعركة الوحيدة. المجتمع العراقي يقف في نفس الموقع منذ 4 سنوات عاجزا عن ابتكار أي شيء، والحديث عن الملل من الوجوه المعادة والفاشلة والقديمة والمجربة ليس حقيقيا. هذه الوجوه لها جمهورها الذي يدفعها للاطمئنان إلى حد التمسك بموعد الانتخابات في أسوأ الظروف. المجتمع العراقي لم ينتج خلال السنوات الأربع الماضية أي قوة سياسية جديدة. القوى الحاكمة هي نفسها، والقوى غير الحاكمة أيضا هي نفسها، بل إن هذه القوى شعرت بالملل ولذلك غيرت أسماءها، بينما الجمهور لم يمل منها مهما ادعى وغضب وشتم، لأن الدليل الوحيد مفقود، وهو طرح قوة سياسية جديدة. الكاتب يشير إلى أنه للتخلص من هذه الأزمة النفسية افتعل المجتمع صدمة بعد الإعلان عن بعض التحالفات مثل تحالف العبادي مع بدر والعصائب، وكأنهم ليسوا حلفاء فعلا منذ 4 سنوات، رغم التعارض الإعلامي العابر أو الصدمة من تحالف الشيوعيين والصدريين، وكأن الطرفين لم يتحالفا منذ 3 أعوام. فشل القوى الحاكمة في تحقيق الأهداف العامة للمجتمع هو بالتأكيد أقل فضائحية وضررا من فشل المجتمع في إنتاج قوى سياسية جديدة قادرة على إنجاز الإزاحة في السلطة. تدمير شعب هو حدث عابر مقارنة بما يمكن أن يدره تنفيذ وصية الخميني في تصدير الثورة من أرباح خيالية، وهو ما يجب على العالم العربي أن يواجهه بكل ما لديه من قوة. سيقال خطأ إن إيران بدلا من أن تصدر ثورتها صارت تصدر المخدرات إلى العالم العربي، إلى العراق تحديدا،
ولكن حقيقة ما تفعله إيران في ذلك المجال ينطوي على مفارقة هي جزء من بنية النظام القائم فيها. إيران التي تعهدت بتصدير العقيدة وجدت في المخدرات خير وسيلة لتسميم الأجساد تمهيداً لتسميم العقول، هذا ما أشار إليه فاروق يوسف في مقاله بصحيفة العرب اللندنية. لهذا يمكن القول إن مشروع الغزو الإيراني يسعى إلى تكامله من خلال سموم متعددة التأثيرات يمتزج بعضها بالبعض الآخر لتنتج مجتمعات تسهل السيطرة عليها بعد أن يتم تغييب قدرتها على المبادرة. ففي العراق وقد صار ساحة مفتوحة للاختبارات الإيرانية، لم يعد الحديث عن انتشار المخدرات بين فئة الشباب ورواج تجارتها في المدن ذات الأغلبية الشيعية سراً يمكن للجهات الرسمية أن تبقيه طي الكتمان. وكما يبدو فإن تلك الجهات لن تقوى إذا أرادت منع الصادرات الإيرانية، لا لأنها تجد في استمرار تدفق المخدرات الإيرانية إلى العراق وسيلة لتمتين الاقتصاد الإيراني فحسب، بل وأيضا لأن تلك البضاعة هي جزء من مشروع الثورة ما دامت تحظى بمباركة الولي الفقيه الذي لا يجد في تلك المواد القاتلة ما يتعارض مع اجتهاده الفقهي الثابت. أن إيران تبذل جهودا كبيرة من أجل أن يكون الشعب العراقي جاهزا لاستقبال الإمام الغائب، وهي جهود ينظر إليها سياسيو الشيعة بقدر هائل من التقدير، ذلك لأنها تخدم رغبتهم في حكم شعب غائب عن الوعي. الخطر الإيراني لم يعد في حاجة إلى قناع، لا يهم دولة الولي الفقيه إن تمددت من خلال الميليشيات أو المخدرات. الكاتب يرى أنه يجب على العالم العربي أن يواجهه بكل ما لديه من قوة إيران المهووسة بتصدير العقيدة. تود أن ترى العرب شعبا من المهلوسين الذين لا يفرقون بين غروب الشمس وشروقها. قال صحيفة وول ستريت جورنال إن أنصار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يتباهون بأنه رجل يعيش حياة متواضعة، ويتغاضون عن ذكر أنه يدير 3 مؤسسات تجارية وصناعية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. وأضافت الصحيفة أن الشركات الثلاث هي شركة تنفيذ كلمة الإمام الخميني إيكو، ومؤسسة مستاذفان، وشركة أستان قدس رضوي، مشيرة إلى أن خامنئي يستخدم عوائد هذه الشركات في تمويل الشبكات السياسية المؤيدة له. الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن الشركات خامنئي لديها مصلحة في كل الصناعات الموجودة بإيران تقريبا، وأنها حصلت على الكثير من أصولها من المصادرات المنظمة التي تمت لممتلكات القطاع الخاص التي أعقبت الثورة الإسلامية في 1979، وأنها لا تدفع ضرائب ولا تتم مراجعتها إلا من قبل مكتب المرشد الأعلى فقط، وإنها تستخدم علاقاتها السياسية للتفوق على منافسيها والحصول على عقود حكومية مغرية. وعلقت الصحيفة بأنه ليس من الغريب أن نجد كثيرا من الإيرانيين المحرومين حانقين على قادتهم. وأوردت الصحيفة تفاصيل عن هذه المؤسسات ومئات الشركات الفرعية التابعة لها والتقديرات حول قيمة كل منها وأماكن ومجالات أنشطتها وأهم العقود التي أبرمتها مع شركات أجنبية عقب رفع العقوبات عن إيران بعد التوقيع على الاتفاق النووي. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنها استخدام أحد القوانين الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لاستهداف هذه المؤسسات والشركات التابعة لها لعزل إمبراطورية خامنئي للأعمال التجارية والصناعية. تختم الصحيفة الأمريكية بالإشارة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعهدت الإدارة بتقديم المساعدات للمحتجين الإيرانيين، وأحد أشكال هذه المساعدة هي توفير المعلومات عن النظام الإيراني، وأن مقالها هذا هو جزء من هذا المسعى.
سافرت أمريكية من مدينة شيكاغو حتى العاصمة البريطانية بالطائرة لكن دون تذكرة ولا جواز سفر، لكن رحلتها لم تنتهي بسلام إذ جرى اعتقالها قبل أن تغادر مطار لندن. وبحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية فإن مارلين هارمان البالغة من العمر 66 عاما دخلت إلى مطار أوهاري في شيكاغو ثم تسللت إلى طائرة تابعة للخطوط البريطانية، وأظهرت كاميرات المراقبة أنها حاولت أن تستقل طائرة إلى ولاية كونتاكت من خلال الاختباء خلف مسافر في الطابور، لكن المسؤول عن البوابة قام بتوقيفها وطلب منها أن تجلس ريثما يجري النظر في أمرها. وقضت هارمان ليلة كاملة في المطار بعد ذلك، لكنها تمكنت من التسلل إلى حافلة تقل المسافرين صوب سلم طائرة أخرى. وسافرت السيدة المخادعة حتى مطار هيثرو، لكن جرى اعتقالها هناك وتمت إعادتها إلى الولايات المتحدة حيث تواجه تهمة السرقة والدخول إلى منشئة المطار بشكل غير قانوني. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.